اكيد المباراه هتبقى اصعب، خصوصا ان النتيجه بتاعه الماتش اللي فات لسه قريبه وكان الاهلي كسبان. بس هي عاده الفرق ان الاهلي متعود ان هو ممكن يلعب كذا ماتش ورا بعض حتى، بس طبعا هي الحاله هنا الخصوصيه ان انا لاعب نفس الفريق. طبعا مقاولين العرب يعني عاده في ماتشاته مع الاهلي مش بتبقى سهله قوي زي الماتشات اللي فاتت، زي الماتش مثلا اللي فات ده. فانا متوقع ان الماتش هيبقى اصعب على الاهلي، خصوصا ان هو لسه كسبان زي ما قلنا من كام يوم. الماتش بقى سهل وعشان الاهلي كسب المقاولين 3-0 وهياخد الدوري. الماتش اصعب طبعا في ظل الغيابات اللي موجوده، بس ان شاء الله حسام بدري يعني يعمل معادله صعبه ويكسب ان شاء الله. الفريقين لسه لاعبين من بعض ما فيش من 3 ايام، فاكيد يعني كل ماتش ليه حساباته، بس الماتش ده هيبقى ليه حسابات خاصه عشان يعني لسه لاعبين يعني حفظوا بعض خلاص. فبس ان شاء الله النادي الاهلي يعني قادر ان هو يعمل، يعني عنده كذا فرقه فممكن يغير التشكيل. اساس التدوير اللي اتعملت اليومين اللي فاتوا دول كانت ممتازه، فدي ممكن هي تخلي يعني الكابتن حسام يحط فرقه تغييرات جديده بخطه جديده، فان شاء الله يبقى سهل على الاهلي. ان شاء الله ماتش سهل بالنسبه لهم، ماتش سهل واحنا خلاص يعني الدوري بتاعنا يعني، بس طبعا احنا مش عايزين ناخد الاحساس ده عشان ما يبقاش صعب.